الفترة اللي فاتت كان معظم كلامنا في الرياضة محليا أو في الكورة محليا عن الصفقات الجديدة، وعشان كده الفيديو اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي هو لواحدة من أواخر الصفقات في فترة الانتقالات الأخيرة، وهي فيديو لمصطفى شلبي لاعب الزمالك وصفقة الزمالك الأخيرة أو قبل الأخيرة. تعالوا نتفرج مع بعض على مهارات مصطفى شلبي في الموسم الماضي مع فريقه السابق إنبي ونرجع تاني.